زول بعد الصلاة لو انتهى من الصلاة كده وشاء الفاتح انت بتقول الفاتح حرام. انا ما قلت الفاتح دعيت لله بس، ما الدعاء ده واجب صح؟ بقول لك لا شغل ده حرام. ثم ثانيا الشيخ جبريل قال الخروج ضد الحاكم حرام. طيب ما قال انك حرام، انت قلت اللي هي زمان العيشه 10 بقرش وهاتي 1 بجنيه، ده باعتبار ده الفرع الشخصي ده تعريض. انت ممكن تقول لي زمان العيشه كانت 10 بجنيه وهاتي 1 بجنيه، يعني ده بتشافس كده ده تعرضني. ثم ثانيا ثم ثانيا انت بتنبذ مثلا لغايته ما اصوم. والله يا دوار مظبوط بصلي وبصوم اكري بصلي وبصوم والله والله قدرنا عليه وبسويه وهي الله يهديني ذاته فيها حاجات الله يهدينا منها. بتنبز مثلا اللي جبت صوفي يا اخي والله تقدر تجلد كفار وبتاع يا اخي. انا غايت فيها معلومات الدينيه بسيطه، في حديث بقول الدين ترغيب ما ترهيب يا اخي. جرنا طريق مثلا انا كباش مكاش في اي حاجه يا اخي قول لي يا اخي انت في ضلال والله قال كده وبتاع وتراجع فكرتك دي ما دور تكفرني وقدام الناس تمشي بي تنجمني. ثانيا انت الزول ده جميل قال انتوا الجماعه تلا جماعه وانت عامل على ما اعتقد انا غيرت زول نصيح ما عندي زهايمر المجد بتاعكم مكتوب الجماعه السلفيه. السلفيه ده مسمى ولا جبتوا من هنا وما علينا. ده قال انتوا جماعه بتاع الدعوه يعني مثل غير نفسكم بتدعوا وغيرت والله ادوكم اجر في كلامكم ده ما يعني ما في دعم جايكم. زمان الصرصونه برضه لما جو قالوا والله احنا بتاعنا دعوه تحت تحت اتضح انهم وهابيه بتجيب ريالات من السعوديه. انا غيرتهم ما غزفت فيه ولا تعمل كافي كافي. ثم ثانيا الاخت قبل لما سال منك سؤال قال لك مثلا الكنيسه كانت بتعرض الافكار وكده قال لك انا ممكن اقول ده رقم ثلاثه ده رقم حيطه يا اخي ترد له بيرد ظريف ما تقول له ها قوم 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 ابني بزور مسلك انا ضحكت عليه والناس ده ما اسلوب بتعرض لي سؤال يا راخر فاضي. ثم ثانيا هاي انتوا بتدعوا على التوحيد وما التوحيد. فانا ما شك يا من الطلبه المعارض هنا سواء في الداخليه ولا في الجامعه جزء نكر وجود الله ولا كده. هاي من باب التبلغ هاي ورونا احنا موحدين واي حاجه. طيب انت ما عرف الصوفيه ديل بينكروا وجود الله وما كلهم. انا غيرت والله مشيت قعدت مع صوفي والله لا بنادي غير الله ولا بغسل شيخ من عينه ولا ذاك ولا ذاك. فانت ما بيزب مثلا فئه معينه تقوم تتجمع بالليساء. ثم ثانيا يا اخي تمشي لين في مع غير الكفر بتاعهم بذاته ولا كلامكم ده خطا باقي. ويا ريت لما نلعب هناك الرد يكون فريق ما زي ذاك تضحك عليه والناس شاكر مقدر. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. واول حاجه ضحك فينا الناس دائما اي زول يا اخواننا بيجي يقول كلام بناقضه وضحك فينا الناس وجاب مساله الشابسي ما عارف صح ولا ما صح. انا طوالي انا ذاتي برضه ما عندي زهايمر فهمت. وبعد ذاك ثاني جاب ما عارف مساله ريالات ولا دعم وكلام زي ده. فانت برضه ضحكت فينا الناس برضه بالشابس يعني انت ما جبت عديل برضه جبتها بالشابس فهمت. فما بي ما 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 بي طيب قال انا ابدا من اخر نقطه انت ذكرتها انه يعني قال بتدعو للتوحيد وما في زول في الجامعه بينكر وجود الله. لو سلمنا معك انه ما في زول بينكر وجود الله سبحانه وتعالى فده من باب التحذير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذر الافضل مني انا وافضل منك انت. كان بيحذر الصحابه من امور كثيره بل ربنا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا ما ممكن يقع في الشرك. ربنا قال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لئن دجنوا دي شرطيه ولا يلزم وقوع الشر لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وربنا قال لابراهيم انا عندي لك عليه السلام انا عندي لك مهمه عظيمه لكن قبل هذه المهمه العظيمه في معلومه لابد تعرفها في سوره الحج. ربنا قال واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا. فكونك انت حتى لو كنت انسان موحد وتمام وما تنكر وجود الله وكذا فبرضه نحذرك برضه نحذرك ولو كنت مؤمن برضه نحذرك. ربنا قال يا ايها الذين امنوا امنوا عرفتها. فده من الدين ذاته انه تبين لزول وتكرر له المعلومه عشان ترسخ في ذهن. والا كلامك ده بناخذه المداخله الجبال في مساله العلمانيه عرفتها. يعني ما الا زول ينكر وجود الله حتى يبقى كعب. زول لو جاب بدعه ده كعب. زول لو جاب علمانيه ده كعب لغايه ما يرجع ويتوب منها عرفتها.
بعد ذاك زول جاب شرك وكفر برضو ده كعب، ده نمرة واحد. نمرة اثنين قال قال انتو قال زمان أنصار السنة كان بيزعم انهم بيدعوا للتوحيد وكده، وبعد ذاك في النهاية طلعوا وهابية والدعم وما مازالت الدعم. يا أنصار السنة ديل خلوا الدعوة للتوحيد وبيقوا ماشيين مع الصوفية، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، نمرة اثنين انت مش دار الوهابية ديل نحن ذاته، مش أنصار السنة بيقول لك لا ما وهابية ديل نحن ذاته الوهابية، عرفتها؟ الكلام ما يبقى نبز يا اخوانا، وهابية وما وهابية وكده. محمد بن عبد الوهاب مشكلته شنو؟ مشكلته شنو؟ هسه الان بفتح لك فرصه ايضاحيه، وريني محمد عبد الوهاب في كتبه قال شنو؟ ما هو الليل انا لما انتقد العلمانيه برجع لكتبه، واخونا بابكر جاب لك كتب، لما اتكلم في البرعي برجع. ودائما يا اخوان الناس تفهم حاجه، انه لما نتكلم عن البرعي والصايم ديما و الى اخر، مش بنتكلم عن اشخاص، بنتكلم عن منهج. عن منهج، يعني انت الليله انت اللي بتقول لي امشي لمعاقيلهم وكده، انت الليله امشي لمعاقيلهم. قول لي مثلا يا خليفه البرعي الفاتح البرعي، قول لي انا داير تصوف داير منك. تقول للناس يا اخواننا التصوف حقنا ما تنادي الشيخ، وما تقول الشيخ بيعلم الغيب، ولا الشيخ بدي النسوان الجنه، عرفتها؟ ولا غيره. قول لي اكتب الكلام ده وانشره بين الناس، هل بيقبل منك؟ ما بيقبل منك، لانه هو قائم على شنو يا اخواننا؟ منهج. قائم على منهج انه لابد انه تنادي الشيخ من دون الله، وانه زول لو عرس لابد يودي مرته للشيخ يخليها 3 يوم ويمشي عشان الشيخ يديه الجنه، عرفتها؟ ده القائم عليه، والكلام ده قالوه في كتب، الكلام ده قالوه في كتب، ونحن من زمان بنتكلم فيهم. لو هم عندهم فينا مطعم في كلامنا ده، او زدنا عليهم، او الكلام الشين ده هم ما ناكرينه، كان فتحوا فينا بلاغ ولا شنو يا اخوان؟ ونحن نتحداهم الان يفتحوا بلاغ. اي زول داير يفتح فينا بلاغ، انا الان اقول ولا زال اقول انه الصوفيه بيزعموا انه شيوخهم بدوا المرا الولد البرعي قال شنو؟ قال كباشي كم ادى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي. طيب اللي بدي الولد من يا اخواننا؟ الله سبحانه وتعالى. ربنا قال لله ملك السماوات والارض، ونحن لما نخاطب طلاب جامعه القران الكريم ما زي نخاطب غيره من الطلبه، لانهم متخصصين في اللغه وفي غيره، انا بكون بتكلم بكلمات وبعمل لها حساب. لله دي جنو جار ومجرور، واصلا هي خبر ولكن قدم، وتقديم ما حقه التاخير يفيد شنو؟ الحصر والاختصاص، يعني لي الله براه ما ليزول غيره. لله الله براه ملك السماوات والارض، والبرعي قال الكباشي معه. انا اظن واوقن انه الاخ الخشه ما بيتفق مع الكباشي في الموضوع ده. طيب يا اخونا الفاضي، انت الليله لقيت كثير من ناس المجتمع بيمشوا للصوفيه عشان يدوهم الولد، وده منكر ولا ما منكر؟ منكر. هل بيلزمك انك تنكر ولا ما بيلزمك؟ لو قلت لي ما بيلزمني بقول لك الايات بتاعت ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وديتها وين؟ والاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره. انت بتشوف النازل بياكلوا باسم الدين. في الازرقاء في الخرطوم الولد بوقيتين ذهب والبيت بوقية ذهب. يعني الشيخ ده بس في 6 شهور جاءوا نفر واحد أموره ضبطة، بس في 6 شهور جاءوا زول واحد وقية بتاع الذهب بس، موضوع انتهى. ناس ما مساكين وبتضيع فيها أعراض، شيخ ماكل سمن وماكل دخن وراقد في الظل، يجيبوا له مرة مكبرته ويديها ولد، كيف يعني؟ عرفتها؟ ما دار أخواننا الحاصل ولا اللي بيحصل شنو؟ مرة جابوا جنب راجل بيحصل شنو؟ ولا يبقى الراجل ما شاد حيله، والله يا بكلمك بصراحة، عرفتها؟ عشان ما يلعبوا علينا. العقائد دي يا اخواننا الصوفية بيعملوها لمنو؟ بيعملوها لأهلنا المساكين في كل السودان، كل ولايات السودان. الكلام ده حاصل ولا ما حاصل؟ ده منكر ولا ما منكر؟ أول المنكر وأشد إنه منكر في العقيدة، أسوأ من الأخلاق السيئة اللي بيسووها، عرفتها؟ ولا كيف يا اخواننا؟ عشان كذا الناس ما تقعد تتكلم لنا بالعاطفة. ونحن ذاته لما نتكلم عن الصوفية، عندنا الصوفية قسمين، في ناس مساكين ناس جهال قالين الشغلة فتة ونوبة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غشوهم بها الصوفية، وفي الجواكيم الكبار اللي بينشروا في الناس الشرك والباطل، وديل أنا نحن بننجمهم نجام شديد، عرفتها؟ زي الناس البرعي وزي الحلاج وابن 70 وابن عربي وليزيرك وداك اسمه منو الخنجر، ده دكتور في مدرمان الإسلامية، بيقول إنه بتسأل الله وبرضه ما بديك مطر،
وده دكتور. فده كلام غريب يا ناس. نحن لما نجي نشد على أهل البدع والضلال ديل ما الناس العوام. أما الناس العوام نحن بنتكلم معهم بالراحة وبالحسنة ونبين لهم. أما الزول المعاند ده اللي بتنجمه أنت. وربنا قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لأنه ديل الناس مجرمين. والعلماء زي ما قالوا المدعوين ديل أربع أقسام. القسم الأول الزول الجاهل بتديه المعلومة خلاص بيمشي على الحق. والنوع الثاني ده الزول الغافل، عارف الحق لكن يعني عنده شهوات، عنده كده وعنده كده، منعته من انه يمشي على الصراط المستقيم، فده بتوعظه. ربنا قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، دي المرتبه الاولى، والموعظه الحسنه دي المرتبه الثانيه. وفي زول عنده جهل مركب، يعني هو ماشي غلط وقايل نفسه ماشي صح، ده ربنا قال وجادلهم بالتي هي احسن. وفي كمان زول معاند وعارف انه على باطل لكن بيجي داري ينشر بين الناس الباطل والشرك والكفر والضلالات والعلمانية والأحزاب والفارغة، فده ربنا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والحكمة إنك تأخذ الشيء في شنو؟ في مكانه، ولا شنو يا أخوان؟ عرفت؟ فما ممكن زول بيجيني بيطعن في الدين يقول لي دينك ده ما نافع، يقول لي الإسلام ده ما بيحكمنا هسي، يقول لي صح الإسلام سمح والتوحيد سمح لكن في السياسة نحن دارين علمانية، ده داير خير؟ ده أصو ما بنخاطبه بالتي هي أحسن، لأنه زي بيطعن في الدين حتى لو شكرني أنا، لأنه ده زي ما قال الأخ جبيل في الكلمة بتاعته ده طعن بالتشابس، فهمت الحاصل؟ لأنه أنت لو أثنيت علي أنا وطعنت في الدين يعني أنا شنو يعني تثني علي؟ نحن ما بنتغشى بكونه زول يثني علينا ويطعن في الدين، ما بنخلي. طيب بعد فالناس يا اخواننا ما يتكلموا ساي طلعوا وهابيه وما طلعوا وهابيه، عرفتها؟ فانت قول لنا يا اخي الشيخ محمد عبد الوهاب اخطا في المساله الفلانيه لانه الله قال كده والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ده يكون النقاش العلمي. اما تقول وهابيه وديلك يقولوا كده فما بتنتهي دي ولا بتتحلى، ونحن بنعرف ننبز بنعرف، عرفتها؟ وهو قبل قال ما تنبز وسمانا وهابيه، هذا نبز ولا ما نبز؟ لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. بعد ذلك قال الأخ قال الخروج حرام وحرضنا قال بالشابس بالهناي تاني ما تحرضهم يا أخونا أبو بكر، توب إلى الله خلاص موضوع انتهى. ولو أي واحد فينا بيخطئ وبيصححه كده وبيقبل التصحيح بس يا أخونا ده ما زعل فيها شنو يعني، تاني ما تقول العيش خليها بيجيني هنا القديم. طيب قال في حديث بيقول الدين ترغيب وترهيب، ما في حديث زي ده نحن ما لاقانا والله. ها أه؟ آية الدين الحديث بيقول إنه شنو؟ كذا يقولوا أنت. الدين ترغيب ما أدري ده أنا ما مسمع الحديث عشان ما هو أحرف. ما خلاص يلا كويس يلا، أنا عشان كذا جيت أصحح المعلومة مش عشان إلا أنا أغضك لكن عشان الناس يا أخواننا ما تاخذها. أنا هسه أنا الليلة لو سكتت منك يمكن ناس من أخواننا ديل أخواننا الجو معانا ديل يقولوا ده صح حديث ويمشي يتكلم قدام الناس في الجامع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما هين. فعشان كده أنا صححت المعلومة. قد تكون أنت دار توصل إنه الدين بالترغيب والترهيب. طيب الترغيب معناه شنو؟ معناه تذكر للزول محاسن الشيء، يعني مثلا نمسك الدعاء أو نمسك التوحيد. الزول يا أخواننا اللي بيوحد ربنا جزاء شنو؟ ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ده من الثمرات، ده ترغيب. والترهيب ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ومن الترهيب برضو تذكر للزول العقوبة في الدنيا والآخرة، العقوبة الشرعية، تقول له البزني بيفعل كذا وكذا وكذا فما في إشكال. طيب قال مسألة الدعاء بعد الصلاة، الدعاء يا أخواننا عبادة لا شك في ذلك، عبادة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، حديث الترمذي، عرفتها؟ لكن يا اخواننا الدعاء الزول يدعو زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو. الموضوع هي ما موضوع انه انتوا وهابيه بتدعوا كيف ونحن ما وهابيه بندعو كيف، الموضوع ما كده، الموضوع ادله ادله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ينتهي من الصلاه ويسلم كان يقول شنو؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والأدعية المعروفة. بعد ذاك يسبح 33
ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي. فإن كان بعد الفجر أو المغرب قرأ الإخلاص والفلق والناس ثلاثا، وغير من الصلوات يقرأ مرة مرة، وبعد ذاك يعني يقوم لشأنه. أما الدعاء الأفضل للإنسان أن يدعو، لأنه أنت داير استجابة الدعاء، مش الأفضل أنه بعد ما تنتهي من الصلاة، الأفضل جوا الصلاة، وجوا الصلاة في السجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن، أي أقرب إلى الاستجابة، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو جنو ساجد. وكذلك الإنسان إذا انتهى من التشهد وقبل التسليم، ده برضو موطن من مواطن الدعاء كان يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتها؟ فده ده الدعاء المعروف. عشان كده الإمام الشاطبي رحمه الله، نحن كلامنا كله بنرجعك لمصادر وأدلة وبنحترم عقول الطلاب، وزي ما قلت أنت دار رد علمي، فأرجع للمصادر دي. كتاب الإمام الشاطبي يمكن يكون عندكم موجود في الجامعة، مش الاعتصام للإمام الشاطبي يكون موجود في المكتبة. قال الإمام الشاطبي قوم جو نفرين أو مجموعتين من الناس، قال له يا أخي نحن اختلفنا، الإمام بعد ما ينتهي من الصلاة يدعو لنا ونحن نأمن براء معه ولا ما ندعو؟ فقام بسبب هذا السؤال ألف كتاب من مجلدين، وفيني وخلاصة الكتاب إنه ما بيجوز لك تدعو جماعة بعد شنو؟ بعد الصلوات. وده كلام ما مننا نحن، ما مننا نحن، وده كله نحن خايفين على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو شنو؟ فهو رد. الله، إحنا خايفين على الناس بنبين لهم، عرفتها؟ وبعد ذاك الما داير يقبل وكذا، بعد ذاك على كيف.